أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. لقي ما لا يقل عن 15 مدنيا مصرعهم، أغلبهم من القُصّر، في قصف روسي على قرية عياش غربي محافظة دير الزور، وفقا للنشطاء. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القتلى هم أفراد عائلتين، بينهم رجل وزوجتاه وسبعة من أبنائه القُصّر، أيضا زوجان وثلاثة أبناء من القُصّر كانوا نازحين عن محافظة حلب. هذا وأكد المرصد بأن الطائرات الروسية نفذت 5 غارات على القرية. قال وزير التنمية الألماني إنه يمكن لألمانيا في السنوات المقبلة تمكين 200,000 لاجئ سوري من العودة إلى وطنهم، وأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه على هامش مؤتمر قمة 20 في هامبورغ بشأن وقف إطلاق النار في جنوب غربي سوريا يشكل أملا وفرصة لوضع حد للأزمة السورية. وجاءت تصريحات الوزير في مؤتمر صحفي في العاصمة برلين. أعلنت مصادر عسكرية اليوم قتل 7 من ميليشيات الحوثي في اشتباكات مع قوات الشرعية اليمنية قرب مديرية النهم شرق صنعاء وفي سرواح بمأرب. وقالت المصادر إن قوات الشرعية أحبطت محاولة الميليشيات الحوثية استعادة السيطرة على مواقع في محور تعز الحديدة في بلدة الهاملي، مشيرة إلى أن الجيش اليمني قاطع خط إمداد المتمردين من جهة منطقة حيس بمحافظة الحديدة. كشفت الولايات المتحدة عن عقوبات اقتصادية جديدة ضد إيران بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية ولإسهامها في التوترات الإقليمية، وقالت إنها تشعر بقلق شديد من أنشطتها الضارة عبر الشرق الأوسط. وتشير هذه الإجراءات إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لفرض المزيد من الضغط على إيران والحفاظ في الوقت نفسه على اتفاق مبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست للحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية عن قطاعي النفط والمال. هذا وأضافت أن الخاضعين للعقوبات دعموا الجيش الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني من خلال تطوير طائرات بدون طيار ومعدات عسكرية. أعلن الرئيس الكوري الجنوبي اليوم بأن الحوار بين الكوريتين سيركز على المشاكل والقضايا الإنسانية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهل عملية نزع السلاح النووي. ويأتي هذا التصريح بعد يومين من اقتراح حكومته إجراء محادثات عسكرية وأخرى متعلقة بشأن عمليات الصليب الأحمر مع بيونغ يانغ، وهي محادثات إن أجريت قد تطلق العنان للحوار بين الكوريتين الذي انقطع قبل نحو 5 أعوام تحت إدارة الرئيسة السابقة ذات التوجه المحافظ. يتم الموجز، شكرا للمتابعة.